وقل رب زدني علما. قوله يصلون معنا، هذا يستفاد منه فائدة جليلة جدا عظيمة مهمة في باب الصلاة، أن الرجال صلاتهم معا في بيوت الله سبحانه وتعالى. الرجل يصلي مع الرجال في المساجد، يصلون معنا. الرجل يصلي مع الرجال في المساجد الصلوات الخمس، هذا الرجولة، مثل ما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ماذا؟ رجال. الآن إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الرجولة ويملأ الواحد يده يقول رجل فلان رجل، الرجولة في الصلاة، الذي يصلي مع أنثاه في البيت، زوجه ولا بنته ولا أمه، وين الرجولة؟ والرجال في المساجد يصلون. أما الذي لا يصلي أصلا دعك من هذا، هذا خارج من الدائرة أصلا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن إذا كان يؤذن في بيوت الله سبحانه وتعالى التي رفعت من أجل أن يأتي الرجال يصلوا فيها، مثل ما في الآية المتقدمة، ثم يبقى الرجل بدون عذر، إن كان معذورا لا حرج، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان معذور مريض لا حرج عليه، لكن صحيح ومعافى. ثم يؤذن للصلاة في المسجد ويجلس مع أنثاه في البيت، زوجه ولا مع أهله، ويصلي في البيت، أين هو من هذا الوصف؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهذا يدلنا على أن الصلاة شأنها عظيم، مكانتها في الدين عظيمة. هذا الذي ضيع الصلاة في المساجد ضيع خيرا عظيما، حرم نفسه من خير عظيم، حرم نفسه من بركة، من فضل، من أجور، من معاني جليلة جدا يفوز بها في دنياه وأخراه، حرم نفسه منها. فالصلاة لها شأن، الصلاة لها مكانة، الصلاة لها منزلة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر رب العالمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.